وجوه جديدة تعرفها الحكومة المصرية مع تغيير وزاري محدود اقتصر على تسع حقائب وزارية فحسب مع استحداث وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العامة برئاسة أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية. تغيير صب معظمه في خانة الحقائب الاقتصادية والخدمية وطال وزراء المالية والاستثمار والسياحة والنقل إضافة إلى وزراء الصحة والآثار والطيران المدني والري والقوى العاملة. التعديلات الوزارية والتي تاتي قبيل ايام من عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان استهدفت بشكل اساسي احداث تغيير في وزارات المجموعة الاقتصادية خاصة المالية والاستثمار والسياحة وهي الوزارات التي يرى البعض انها لم تنجح خلال الاونة الاخيرة في اعادة النشاط الى الاقتصاد المصري فمع تفاقم معدلات عجز الموازنة وفرض مزيد من الضرائب لزيادة الايرادات رات الحكومة ضرورة خروج وزير المالية هاني قدري ليحل مكانه عمرو الجرحي الذي ترأس من قبل بنك الاستثمار القومي ومع زيادة الانتقادات الموجهة لمناخ الاستثمار في مصر جاء تغيير وزير الاستثمار أشرف سلمان لتحل محله داليا خرشد والتي شغلت منصب المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للإنشاءات أما الحقيبة الاقتصادية الثالثة فكانت حقيبة السياحة والتي باءت كل محاولات الوزير السابق لإنعاشها بالفشل في ظل تراجع أعداد السائحين القادمين الى مصر منذ حادثه تفجير الطائره الروسيه طويت إذاً صفحة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية قبيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان، برنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات الادخار والاستثمار لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، إلى جانب خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وبعد أن غيرت الحكومة بعضاً من جلدها. تستعد لاختبار مواجهه تحديات كثيره، فعليها باعضائها الجدد استكمال ملفات مفتوحه على مصراعيها، ولا تملك طرف الوقت لا للتجريب او الخطا، لا سيما وانها وبحسب التكهنات ستنال ثقه البرلمان بعد عرض برنامجها عليه، ما يعني انها ستحاسب امام الشعب ونوابه عن اي تهاون او تقصير. ندى عبد السلام، سي ام بي سي عربيه، القاهره.